النهارده صحيت من النوم وقررت ان اطلع على اسكندريه عشان اشوف البحر. Yo what the fuck is up YouTube, today we are going to Alexandria. ولكن على مدار الفيديو اتضح ان كان في حاجات كتيره غير البحر هتقابلنا في الطريق. يا عم نهارك لذيذ. فتعالوا نشوف ايه اللي هيحصل لو حاولنا نعمل كده في 12 ساعه بس. احنا كان ميعادنا نتجمع تقريبا الساعه 7 الصبح عشان نلحق برضو نروح يعني في البدري. اسكندريه 200 كيلو يعني. احنا يا دوب دلوقتي الساعه تيجي لها 8 وربع, فاحنا برضو يا دوب نلحق كالعاده بتاعتنا يعني. انت احلى حاجه بقى لما تجري والشارع فاضي. بص بص شوف مطب ده ولا ايه, انا ما بشوفش بالنضاره دي. اه طلع مطب باين. استنى كده اما نشوف. اه مطب فعلا. وصلنا يا جماعه اخيرا. بقول لك ايه, اخر واحد في اسكندريه بيضه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هيبان صوتنا في الفيديو. العكش هو ده زي يوتيوبر عنده 600,000 زي سبحان الله. البخل مالوش دعوه بالفلوس خالص. اه دي بتبقى حاجه في الدم, بتبقى حاجه واحد مولود فيها. النهارده يا جماعه انا هطلع يعني هعمل فلوج طالع اسكندريه مع صحابي اللاجئين. يا عم بطل عفن, انت معفن قوي. انت عايز كام؟ عايز كام؟ ماشي كل واحد 200 وهحط 50 انا شايلها عادي. كل واحد 200 ليه؟ حبيبي التفويله 650. ليه ما نحسب بالرجعه؟ ماشي. وانت هتحاسبنا على التفويله؟ مش طالعين مع بعض. عربي دي عازمنا. يعني خلاص الصحاب الصحاب. التفويله بتاخدنا روح رجعه؟ Yo what the fuck is up YouTube, today we are going to Alexandria for no reason. بصراحة يعني الراجل ده عنده امتحان بكرة. بقول لك يا اسطى طلع له, انا معايا كارنيه وادي دجلة النادي. اقول له طلع له, اقول له شرطة مدرسية, اقول له اي حاجة. النقيب علي بولتكس معايا. بص كام الدنيا لسه فيها خير يا ابني. 10 جنيه بس حقيقي. 200 دي طب سيب له باقي تيبس. وصلنا. ما نعرفش ايه بالظبط. هو احنا بنبحث عن حاجه تتاكل حاليا. وصلنا ماستر وايه ونفطر بقى. سنيكرز مع المقاطعه؟ لا لا اكيد اكيد لا. كل الحاجات دي كل دول مش مقاطعه اكيد. اه كل الحاجات دي شالوم. اوريو مع المقاطعه؟ بجد مع المقاطعه ولا لا؟ خير ان شاء الله. هو احنا شالينا الحاجه, كمل بقى على الطريق المقاطعه. بعد كده يا جماعه طلعنا على افريكانو بارك او حديقه الحيوان اللي وانت رايح اسكندريه هتقابلها في الطريق. ادفعنا نتحاسب بعدين. اه ادفع انت حساب يوم الحساب. هي الدخول بكام؟ 1000 جنيه يمكن او 1500. شوف دلوقتي ليه يا عم, احنا صهاينه ولا ايه؟ صهاينه الناس يا جماعه. يا ساتر يا رب. اباو ادفع على طول. ايدك جت في عينك. ماشي قول لي فداك. هتقول له يا ابني انك يوتيوبر. انا ما بحبش اجيب سيره الواسطه في الحاجات دي. هيقول لك 2000 اصلا لما تقول له. بجد مش هدخلك اصلا. هيقول لك متصور. السلام عليكم. طب رد السلام. السلام لله. مش عارف صهاينه كتر ما اعرفش والله. ايه ده؟ ده ايه ده؟ خروف ده؟ جحش تقريبا. جحش. امال ايه؟ ايه في اول حاجه قابلتنا جوه هي حيوان اللاما. المفروض ان احنا نروح نتعرف عليه وما شابه ذلك. هو عامل كده ليه يا ساتر يا رب؟ يا لهوي على القمر. ممكن تقفل الازاز؟ ممكن تقفل الازاز لو سمحت. يا يا انا بقول لك يا. طب ما تجرب يا اسطى. لا لا حل عني حل عني. لا 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 نهارك لذيذ نهارك لذيذ. ما تضحك كده عشان الفيديو يا نجم. دافعين 1000 جنيه يا نجم. يا نجم انت تنك ليه كده؟ ها؟ خلاص يا عم ده بقى مش الخير. نهارك لذيذ. هو باين في الكاميرا ان جحش على فكره. انا في ايدي غيرت حياتك بعد ال حسيت اني اطعمت انسان يعني عمل خير بجد حلو قوي. بارك الله فيك يا حبيبي. علاوي حبيبي. بالنسبه لريحه ايدي بقى افركها في البنطلون. ايه مساء الخير. نهارك لذيذ نهارك لذيذ يا عم نهارك لذيذ. السلام عليكم. الثلاجه فيها ميه قال انا جعان قوي قوي. شم. لا اروح اجرب مع التانيين. انا لازم اتعرف على حد النهارده. انا دفعت 1000 جنيه وانا ينفع اركبه؟ عارف في ماينكرافت لما كنت بتضرب اللاما بتدف عليك كده؟ هل لو انا عملت كده هي بتدف عليه؟ مش فاكر. بتقعد تجري ولا بتدف عليه؟ هو كان في لاما في ماينكرافت اصلا؟ يا جماعه عمل خيري جاب له خواطر. هنشوفه ماله حزين ليه؟ يعني واضح ان هو بما انه واقف لوحده فهو اكيد متضايق. فانا كواحد من حقوق الحيوان جاي اشوف ايه ده عسكر ده هيعمل معاك الصح. الدنيا عندك بتقول يا نجم النجوم. فاهم يا نجم يا نجم يا نجم عليك واقف لوحدك ليه كده؟ انت انا ولا بعد كده يا جماعه كان في بحيره للقرود. عاملين بحيره مخصوص هناك للقرود كانت بعد اللاما على طول. ودي احد اللقطات يعني واحنا بنتفقد الاجواء. مساء الخير. دي بقى عليها بلحه يا اسطى بجد والله عليها بلحه مميته يعني.
تعرف تعدي من هنا ولا جوه؟ قرب قرب عليها. وانا جوه فراكس. مساء الخير، احساس حضرتك ايه بعد ما خلصت هداف السنه 54 جول؟ تحب تقول ايه للمنافسين كيليان امبابي والعالم الثانيه دي؟ ها حبيبي يا كريس. الحمد لله. ممكن تاكلها بايدك؟ لا لا حبيبي تسلم. ايه ده؟ مش حاجه، ما تقلقش، نزل ازاي؟ لا لا خالص، يا ساتر يا رب. استنى تمام. عايز ادخل بقه خلاص. ما تعملش حاجه، لو في الكوره مش هقول لك نزل ازاي. لا نزل مين؟ صباح نهارك لذيذ، نهارك لذيذ. استنى. السلام عليكم. مش هو ايه جايبينه هنا ليه؟ ما يروح يلعب في الدوري السعودي ده، يقبض بالدولار ده. انت جاي تكتشف الدنيا هنا ولا ايه؟ الفصيلة التي بعدها كانت الفنان سيد قشطة اللي هو فرس النهر يعني. تعال هنفطر سوا. نهارك لذيذ. خد. هذا هذا. بتطلع الصوت ده من بقك؟ اه. على نفسي نايم اصلا. لا معيش تاني خلاص كده. قال لنا جعان قوي قوي، عايز مزرعه لوحدك. بعد كده يا جماعه وصلنا عند مكان القرود او قفص القرود. كان الراجل هنا بيرملنا زي اكل كده هم بياكلوه يعني فوق العربيه، والقرود بتطلع تنقنق من فوق. ايوه بهذا المنظر الخلاب يعني. ولكن طبعا احنا ما استفدناش اي حاجه هنا غير ان العربيه اتوسخت يعني. الفنان مايكل انجلو، نتشرف بحضرتك عندنا هنا في الفلوج. الزمن جرى عليه تقريبا. اه عجز يا جماعه. شوف بقى من ايام لما كنت طفل كان هو شاب في عزه. بص 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 الزمن عمل فيه ايه. بص اتفرج عايزين مش يا فقري. مساء الجمال، اتفضل اتفضل. ايوه ايوه يا مسهل يا رب. الله ينور الله ينور يا حاج. زي ما انت. مساء الخير، حضرتك معانا في السوق؟ اتفضل. ايوه ايوه هم يا جمل. صباح الفل. بعد كده يا جماعه وصلنا عند الاخ ملك الغابه. تمام، هم كانوا ثلاثه، اسد واثنين. ولكن للاسف يا جماعه ما تقدرش تخش تاكلهم بنفسك ولا تعمل اي من الانشطه العاديه جدا مع الاسود يعني. اما بالنسبه لممر الحيوانات الاليفه ده فكان فيه القليل من الذباب جوه الاقفاص. عادي، حاجات عاديه جدا. في مين هنا يا جماعه؟ هو فين؟ اه اهو عامل لنا فيها مش هنا. بعد كده في كمان حيوان اليف. تمام، حاجه كده عديه يعني، حاجه تجيبها لاولادك في اعياد الميلاد، لطيف يلعب تاكله بتاع عادي. وبقيه الممر بقى كان كلها حيوانات يعني ايه من النوع الاليف ده برضو، ولكن بقى في طيور على زواحف على سلاحف على حاجات كده احنا مش عارفين اسميها قوي بصراحه يعني. اهو يعني في صباطه كده مش عارفين ايه ده، اهو حاطين شويه قش تقريبا في القفص، حاجه دي سحليه عادي برضو. ده بقى كان اكتر حاجه يتقلق منها بصراحه يعني. ده لو انت ما عندكش فوبيا منه فخلاص انت كده تقريبا تقدر يعني ايه تغزو العالم عادي في ربع ساعه. ده حيوان بديل 3 متر، مش عارف نوعه بالظبط يعني. وهنا كانوا حاجزين باتمان في القفص، جايبين شويه باتمانات او يعني اهو مخنوقين فوق اهم في الكل. ده بقى يا جماعه كان تمساح النيل، اللي هو تمساح زي اللي شفناه من شويه ولكن على كبير شويه. الاخ قاعد بابنه مستقن ياسين عادي. بعد كده خلصنا افريكانو بارك وطلعنا بقى نكمل الرحله عشان نروح اسكندريه ونشوف البحر اللي احنا طالعين اصلا عشان. اول بقى ما وصلنا اسكندريه يا جماعه وشفنا التاكسي الاصفر قلنا بس احنا نطلع ناكل نتغدى على البحر. في الطريق شفنا كوبري سلس، كان منظره جميل جدا مع امواج البحار العاليه. لقينا بقى مطعم على البحر هناك كده، انت بتبقى قاعد بتاكل وحواليك يعني قطع من البحر، فتقدر تقول ان انت قاعد على البحر عادي. امواج، طيور، حركات. السلام عليكم. اهلا اهلا اهلا. بعد ما خلصنا اكل رحت اجيب ايس كريم عشان نظبط الاداء برضو، والدنيا بحر وتلج وبسقعه فبتحتاج حاجه سخنه في الوقت ده يعني. انا الراجل كان بيسالني عايز صوصات ايه، فقلت له يعمل بقى شويه حركات كده من عنده هو يظبطنا يعني. النهارده يا جماعه احنا هنريفيو الايس كريم اللي انا لسه شاريه دلوقتي حالا، وهنشوف اذا كان هو يستحق ولا لا. كريمه بسكر على عكس المتوقع. اللوتس بيعجبني في كل اي حاجه باللوتس بتبقى حلوه، بس ده يعني هو مش وحش بس مش لوتس، فاهم؟ انا حاسه حاجه تانية يعني. نجرب بقى الشوكليت من تحت خالص. ايه طعمه قمه العادي. هنجرب دي بقى، دي اللي في الموضوع، دي اللي ب 100 جنيه يا جماعه. غير كده لا. الغروب بقى يا جماعه في اسكندريه على البحر حوار تاني خالص. الغروب وما قبل الغروب وما بعد الغروب ومن 4 ل 6 كده، الوقت ده كده ده حاجه من الاخر يعني. اول ما الليل ليل علينا يا جماعه قررنا ان احنا نمشي خلاص من اسكندريه، لان مفيش حاجه هناك تتعمل، وطلعنا بقى على الطريق ومروحين يعني. يا اسطى هات 200 جنيه وابقى حاسبك. انت بتعمل ايه؟
تشتري حساب يوم الحساب بقى. هو يا جماعه انا بيقولوا لي ان انا نمت ساعه ونص في الطريق، معني مش مصدقهم يعني بصراحه. انا حاسس ان انا غفلت تلت ساعه كده في الطريق، بس احنا دخلنا دلوقتي بنزينا نجيب حاجه، اي حاجه تتاكل. طب انت بكام الفيديو لحد دلوقتي؟ واحد اللي لو سبسكرايب كده في 700,000 وحركات. مش وسابوني ولا ايه؟ المهم انت عامل ايه يا عزيزي المشاهد في الاجواء الشتويه دي؟ اجواء والله ما تخلي فينيسيوس جونيور يجري الجري اللي بيجريه ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ارمين عند رمسيس يا استاذ. عند رميك على الاجره على كام هنا في لحد دلوقتي؟ انت عليك اكتر من 800 جنيه يا ساتر يا رب. لا 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 طب سلام بقى، انا حاسس كده بقى ربنا معاكوا بقى، انا اشوف اي مشروع من هنا. طب اصلا ليه بجد 800 جنيه؟ ايه في بس الباب كده وتناقش معايا كده؟ انا في مكانه بقى 1000 جنيه. ما انت مش عازمني؟ لا طبعا. ليه؟ عازم الكليه يعني. دي شهاده منه يا جماعه ان الصحاب ماتت. طب ليه انت ما تعزمناش؟ شفت الايس كريم يا صهيوني؟ مش انت قلت لي مع المقاطعه؟ انا ما قلتش حاجه. امجد قال لي مع المقاطعه. انت بتصدق امجد؟ لا. طب جايب عليه. شالوم شالوم ورحمه الله وبركاته. طب يا ستوب ستوب ايه يا ايه يا جماعه؟ الواحد هيعاني في الجيم بعد الفيديو ده، بس برضو ميموريز دائما، انما الدايت يروح ويجي.